من وحي آيات القرآن كان اسمها نور الإيمان، صغيرة في قلب أبيها وعيون أمها سكنت ولم يكن لها زاد سوى آيات الفرقان، فشبت وعيونها وجوارحها كلها تهتف باسم ذات الله، تدعو للواحد القهار صاغرة وداعية إلى الله بالخير. كل من رآها وسمعها أوسع في قلبه مكانا لها، إنها نور الإيمان، حفيدة العالم الجليل الشيخ المنشاوي. تهتف للناس تحرروا من سجن الدنيا وزيف أوهامها وقبضة المعصية فيها، فالنور إليكم يسعى فلا تخذلوه، وإلى الخير فاسعوا، وإلى ذكر الله فأدنوا. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا شيء عندها يخضع للصدفة أو التقدير الجزافي، فكل شيء وكل لحظة في يومها بمقدار وميزان إلهي، حتى أصبحت عبدة ربانية تقول للشيء كن فيكون. قد بدأت بعون الله رحلتي مع القرآن الكريم في السن 3.5 من عمري، حين أخذ والدي يصح علي كل يوم أنا ووالدتي قصار السور، يقرأها علينا تجويداً ثم يشرح لنا معناها ويعيد علي التجويد 3 مرات مثلاً ثم يخرج إلى عمله، وتبقى والدتي معي في المنزل تعيد علي تلاوة هذه السورة القصيرة 10 مرات حتى أحفظها سمعاً. وفي نهاية اليوم كانت لي جائزة لأني أتممت حفظها. هكذا تسير حياتها، فاليوم قبل أن يبدأ عندها وعند الآخرين تكون هي وحدها قد بدأته بعيداً عن عيون الآخرين. مع الله في نسمات الصباح وعند المساء في ظلال القمر، مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر، مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد وحين السمر. وإذا حان وقت الصلاة ولقاء الله مع الآخرين كانت معهم سباقة إلى الخير بإذن من الله وفضل وتوفيق. ألم يقل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم إن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها؟ صدق رسول الله، فاعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، واعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. إن من أعظم خصال الإسلام أنه دين وسطية، فلا يطغى شيء على شيء. إن نور الإيمان التي تدرس الطب وتتمنى أن تكون طالبة نابغة تهتم بممارسة الرياضة الصباحية، ومع كل خطوة تخطوها
ترطب لسانها بآيات القرآن واستيعاب معانيه وأحكامه، فلا الدنيا تنسينا آخرتنا ولا الآخرة تنسينا دنيانا. أسعى لأن أكون متفوقة علمية، لأن المؤمن المسلم لا بد أن يكون قوياً في كل مجالات الخير، فلقد قال صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، وفي كل الخير فاستعن بالله ولا تعجز، وإن فاتك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا شيء يخضع للظروف ولا للصدف، فمقام اجتماع العائلة اليومي حيث الأم والأب ونور الإيمان كي تحكي الأيام ويسعد الزمان بأناس وهبوا عمرهم عشقا في القرآن. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. حينما نجلس مع بعضنا البعض ونتدارس مع بعضنا البعض العلوم المختلفة تزول كل الخلافات بيننا، وتزول الرهبة في بين أفراد الأسرة جميعا، فيستطيعون أن يتآلفوا وأن يتوادوا وأن يتفقوا على ما يريدون الاتفاق عليه، وأن يصارح كل منهم الآخر بما حدث له، ويسأل كل منهم منا غيره عن ما يجب أن يفعله تجاه الأمور التي يعرض له. رغم أن دراسة نور الإيمان تلتهم وقتها طوال العام، إلا أن القرآن دوماً هو سيد الموقف، ولا شيء يعلو فوق القرآن. ومقرأة نور الإيمان في المسجد القريب من منزلها تحرص كل فتيات المنطقة على حضورها، فما أعظم أن نتعلم القرآن وما أروع أن نعلمه. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. نعم تدعو إلى الله، نعم تقرأ القرآن وتحفظه كاملاً، نعم تواظب على صلاة التهجد وقيام الليل،
نعم، لا شيء يعلو في حياتها فوق ذكر الله. ورغم ذلك تعيش بكل حب شعائر الحياة، فتسعد بلقاء صديقاتها، ينشدن ويغنين ويبتهلن إلى الله. فما أجمل الحياة في طاعة الله. مسلما كنت وأبقى مسلما، تشهد الأرض بهذا والسماء. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. مسلما أحمل للناس الهدى، وكما عشت سأقضي مسلما. فاجعل اللهم مني مسلما. حين يعلن في النادي الاجتماعي الذي دوما تذهب إليه عن ندوة، تطرح بعضا مما قرأت أو انطباعات مما تعلمت. تجد الجميع قد حضرنا وفي إنصات كامل يستمعنا. يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم، صدق الله من أصدق من الله قيلا، صدق الله ومن أحسن من الله حديثا. لعلكم تتقون، أي لعل إخلاصكم في العبادة وصدقكم مع الله خالق الأنام، وجميل شعوركم بالفقراء والضعفاء والأيتام، يدفعكم إلى الإحسان إليهم. غدا ستكبر نور الإيمان، وسيصبح لها شأن بفضل القرآن، وسيعلو صوتها بذكرك، وتحلق طيور علمها وتفيض بكرمك، وسيزداد كل يوم خلفاء لك على الأرض يسبحون باسمك، وسيبقى القرآن ما دامت الأرض والسماء وما فيها بأمرك. فيا رب نفعنا بالقرآن وزدنا من علمك، يا رب نفعنا بالقرآن وزدنا من علمك.